ان شاء الله احنا النهارده بننظم اول بطوله صيفيه للملاكمه في خلال السمر كورس. بالنسبه لبطوله الملاكمه عاملينها على النظام المفتوح. شارك معانا في البطوله اكثر من 4 فرق، رغم كده الحمد لله فريق الجامعه بدعم الجامعه الحمد لله حصل على المركز الاول في البطوله. جامعه المستقبل من الجامعات الرائده في مجال الملاكمه، وبتاخد بحر استمال لبطولات جمهوريه. هي بصراحه يعني ما بتتواناش عن دعم الملاكمه في الجامعات المصريه. الحمد لله بطوله كويسه، وان شاء الله هنتاهل لدوري القطاعات وناخد ذهبيه باذن الله. التنظيم كان جميل جدا بسم الله ما شاء الله، وتقريبا من احسن البطولات اللي شاركت فيها. يعني بشكر الاداره بتاعه الجامعه على تنظيم البطوله بتاعه الصيف، اول مره بطوله صيفيه تحصل في الملاكمه هنا،